جميلة يا بلدي بالنعم الكتيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بيها عليكي، وكمان جميلة بشعبك، كل واحد فيهم بيحاول وبيسعى إن هو يقدم كل جهده ويبذل كل طاقته عشان يثبت للعالم إنك جميلة يا بلدي. مشاهدينا بصفحتنا على الفيسبوك اللي ظاهرة مع حضراتكم على الشاشة. بعد الفاصل بنتوقف مع فقرة السوشيال ميديا واللي بنختار من خلالها أفضل الأخبار اللي تم طرحها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كانت أخبار محلية أو أخبار كمان عالمية ممكن من خلالها نستفيد، ونختار اللي ممكن يفيدنا داخل بلدنا واللي ممكن نستفيد بيه بشكل كبير جدا يخلي بلدنا جميلة أكتر وأكتر. أول خبر معانا النهاردة هيكون عن متحف الشوكولاتة اللي موجود في اسطنبول. المتحف ده الحقيقة بيقدم مجسمات فنية رائعة الجمال ورائعة الطعم كمان، لأنها كلها مجسمات من الشوكولاتة. اللافت للنظر أنه من ضمن هذه المجسمات اتقدم مجسم خاص بالأهرامات وأبو الهول، فأعتقد أن ده برضو نوع من أنواع الدعاية السياحية الرائعة جدا. بس هو السؤال هنا، هل فعلا الواحد لما يقف قدام مجسمات زي دي هيبقى بيستمتع قد كده بجمالياتها الفنية وفي نفس الوقت نفسه يدوق طعم الشوكولاتة الغني الجميل اللي موجود في هذه المجسمات؟ هي شيء فني لطيف ورائع للغاية، نتمنى إن شاء الله إن احنا يكون عندنا زيه، ممكن نقدمه من خلال فنانين ونجوم كتير جدا عندنا عندهم هذه الحاسة الفنية. والخبر الثاني معانا هنروح معاكم للهند عشان نشوف استعدادهم للانتهاء من تشييد أطول تمثال في العالم. التمثال دوت لأحد المناضلين الهنود وارتفاعه بيبلغ 182 متر. كمان تكلفته بلغت 430 مليون دولار، وعلى فكرة ارتفاع هذا التمثال يعتبر ضعف ارتفاع تمثال الحرية. طبعا كل القائمين على هذا التمثال في انتظار ان هم بالفعل يتحول هذا التمثال لمعلم من المعالم السياحية الهندية الشهيرة جدا، واللي يجي سائحين من مختلف أنحاء العالم عشان يزوروه ويستمتعوا بيه. ونروح معاكم لأستراليا عشان نشوف حديقة الحيوان الأسترالية اللي حاولوا من خلالها يقدموا تجربة جديدة جدا. الحديقة دي بتتميز إنه الناس أو الزوار فيها هم اللي بداخل أقفاص من الزجاج والحديد، في حين انه الحيوانات طليقة حرة تماما، يعني الناس هي اللي محبوسة جوه الأقفاص لكن الحيوانات بتستمتع بحياتها بشكل حر للغاية. طبعا دي فيها متعة شديدة جدا بالنسبة سواء للزائرين، طبعا الحيوانات اللي موجودة داخل الحديقة هي مستمتعة بحريتها، لكن كمان الزوار اللي بيزوروا حديقة الحيوان الحديثة ديت مستمتعين جدا بفكرة ان هم يبقوا وسط الحيوانات، وبيتابعوا كمان مجموعة من الحيوانات اللي هي تعتبر نادرة أو مهددة بالانقراض. هي تجربة جميلة، وأعتقد أنه هذه الحديقة هتلقى يعني زوار كثيرين جدا في الفترة القادمة. وفقرة الفيديو القصير وصلنا لها مع كل مشاهدينا، هنشوف معاكم فيلم حصل على أكثر من جائزة من ضمنها جائزة مهرجان كان. هو فيلم قصير جدا لكن بيوضح أهمية التعاون. جميلة يا بلدي، في هذه الحلقة بنتعرف على مبادرة من المبادرات الحقيقة اللي بتهتم بالفتيات والسيدات، مبادرة اسم وجسم. المبادرة دي هتكون ضيفتنا صاحبة إطلاق هذه المبادرة الإعلامية ولاء سمير.
برحب بحضراتكم مرة تانية وبرحب بضيفتي الإعلامية ولاء سمير. أهلا بيكي معانا. أهلا بيكي. طبعا ولاء أنتي صاحبة المبادرة اسمه جسم، فخلينا نسأل في الأول إيه المقصود بهذه المبادرة؟ طيب مبدئيا أحب أرحب بيكي زميلة عبير. أهلا بيكي، سعيدة أن شفتك النهاردة، وبرحب بفريق عمل برنامج جميلة يا بلدي وكل عضو في مسبيرو. نورتي. طيب مبادرة اسمه جسم مغزاها إيه؟ الست المصرية والعربية هي أجمل نساء العالم، فهي تستاهل انها يبقى لها اسم وتبقى جسم. يعني ايه اسم؟ يعني تحقق ذاتها في الحته بتاعتها، الحاجه اللي بتحبها، الحلم اللي طول عمرها بتحلم انها تحققه، انها تكونه. تحب الطبخ، تبقى يعني في المجال بتاعها والحته بتاعتها دي مشهوره او معروفه او ناجحه على الاقل. تحب الرسم، بتحب النحت، بتحب الغنى، بتحب الموسيقى، ايا مكان. جسم، ان جسمها ما يبقاش فيه غلطه. يعني ايه؟ والله حضرتك مش لازم تبقي مذيعة ولا ممثلة ولا مغنية عشان يبقى جسمك ما فيهوش غلطة، وتضطري انك تجيبي هدوم على قد الدفوهات اللي في جسمك علشان تداريها. لا، احنا نداري الدفوهات دي خالص. طيب انت بتقولي كلام، نداريها مش نقضي عليها تقصد؟ هي بتداريها، ما بتقضيش عليها. لا، احنا بنعمل ايه بقى؟ جسم، ان جسمك ما يبقاش فيه غلطة حتى في بيتك. يعني كم الشكاوي اللي جاتني عن السمنة للستات وللبنات واللي عامله لهم مشاكل صحيه ونفسيه واسريه. صحيه، مش عارفه اخد نفسي، ظهري وجعني، الدخن او الدهون اثرت على فقرات ظهري، اثرت على رجلي وعندي خشونه. على المستوى النفسي، انا مش لاقي حاجه في الدولاب على مقاسي، وماشيه طول الوقت لابسه لي اسود وكحلي وبني وغوامق مع اني سنها صغير. مستوى الاسري، جوزي يقول لها انا مش مبسوط، انا ممكن اتجوز عليكي. مش يعني لما تبقى بنت عندها 30 ولا 31 سنه و115 ولا 120 كيلو، هو شاب صغير. يعني انت تقصدي ان انت بتحاولي من خلال المبادره دي ان انت تشجعي كل فتاه وكل سيده على ان هي تحقق ذاتها في المجال اللي هي بتحبه، وفي نفس الوقت يعني تحب نفسها بجسمها بشكلها الخارجي، بحيث ان هي تبقى يعني زي ما بقول كده المعادله من الجانبين مظبوطه. يعني وده مش معناه انها تهمل بيتها. انا راجعيه شويه في الحته دي، يعني الست اساسها بيتها. لا، في حته ان الست اساسها بيتها. الست مخلوقه علشان تبقى زوجه وام. بجانب ده، بجانب انك بتاكلي عيالك، بتحميهم وبتلبسيهم وبتجيبهم مدارس وبتذاكري لهم، بجانب انك منظفه بيتك وبتطبخي وبتغسلي هدوم جوزك وولادك وبتكويهم، بجانب انك بتشاركي جوزك تفاصيله واهتماماته ومحافظة على الروابط الأسرية بينه وبين أهله مهمة جدا، وبينه وبين أهلك مهمة جدا، وبين أهله وأهلك. أنت كده عملت لنفسك جيش. بس يوم أنت كده حملتي المرأة كل حاجة. ده يعني لا، دي مشاركات على فكرة، كل أنت قلتي ده مشاركة بين المرأة والرجل. يعني ما هو ده هتعمليه في إيه؟ أو هتعمليه إزاي؟ هتعمليه لما تبقى على المستوى النفسي في حالة من الاتزان، وعلى المستوى المهني محقق ذاتك. طب أنا هجيب وقت منين لده كله؟ إحنا معاكي. يعني احنا معاكي، احنا دورنا، مشكلتنا في مصر عدم تنسيق الوقت. احنا معاكي، هننسقلك وقتك، اداره الوقت، هنقص من كل حاجه من دول ان شاء الله 10 دقائق في عدد من اللجان عندنا، في اللجنه الفنيه والرياضيه والصحه النفسيه والاجتماعيه. كل حاجه خاصه بيكي في المبادره ليها اعضاء لجنه هتتابعك بشكل مبدئي في مركزيه. يعني انا هتابع بشكل اساسي لان لسه معايا المشتركات قليلات. انا عندي مشتركه في الرحاب، دي البداية، مشتركة في المعادي، مشتركة في مدينة نصر الحي السابع، وإن شاء الله في بنوتة معانا من اسكندرية. احنا لسه بنتكلم في ثلاث أربع مشتركات فقط لا غير. المبادرة إمتى؟ المبادرة بقى لها كام يوم؟ الحالة العمرية قد إيه؟ لا، فوق الثلاثينات، كلهم زوجات. كلهم. وكلهم أمهات. لكن أنت طبعًا بتستهدفي أكيد من البنات من سن صغير، مش كده ولا طبعًا إيه؟ يعني فتاة أو سيدة في أي مرحلة عمرية، دي هدف المبادرة يعني. البنات دلوقتي سنهم صغير جدًا وجسمهم من الفاست فود بقى. يعني طيب انا قبل، بما ان بقى المبادره لسه في بدايتها، فتعالي نسال الناس عشان نشجعهم كمان ان هم ينضموا لمبادرتك. نسال الناس في الشارع يعني ايه رايهم في فكره المبادره واسم وجسم، نعرف اراء الناس ونرجع نكمل. طيب اولا مبادره جميله جدا واشجعها والله، وحاجه كويسه جدا، لان فعلا المراه نص المجتمع، واي حاجه ان احنا نضمن بيها اللي هي تميز المراه وان هي تقوم بدورها على اكمل وجه في المجتمع، ده جميل جدا. اشجع جدا واحيي الناس اللي عملت المبادره، ان الست عموما تحافظ على الوضع العام بتاعها، اذا كان في شغلها او في بيتها او في حياتها عموما، فدي حاجه انا اشجعهم بصراحه. الجسم السليم في العقل السليم، والمراه لازم تحافظ على تكوين جسمها وتنظم نفسها في حياتها
عشان اولادها وتبقى رشيقه وانيقه. هي الفكره من حيث المبدا كويسه جدا يعني، بس هل هي هتقدر تواظب بين شغلها وبيتها وجوزها، ولا ده هيبقى فيه حاجه عائق بين الشغل والبيت؟ الهدفين كويسين جدا، لان الست هي اساسا هي اساس الاسره وهي اساس المجتمع. انا يعني الست طول ما هي عليها كويس، واكيد هي الست دايما هي اللي بتربي الاولاد وهي اللي بتحافظ على الاولاد وتقدمهم ونجاحهم. بايد اللي هي قائمه على المبادره دي، لان طبعا الاهتمام باسم المراه وجسم المراه ده اهتمام عظيم جدا يعني. يعني ولاء طبعا هو مفيش واحده في الدنيا هتختلف على فكره ان هي تبقى ليها شخصيتها وكيانها وتثبت وجودها في مجالها، وفي نفس الوقت تبقى ليها شكلها الجميل. يعني اكيد كل الفتيات والسيدات نفسهم يوصلوا لكده. لكن انت قلتي ان انتوا عندكم اكتر من ورشه او اكتر من لجنه، قولنا اللجان دي هتعمل ايه والورش دي هتقدم ايه للفتيات والسيدات؟ لتصحيح المعلومه، اكتر من لجنه، لكن الورش تخليني اجيب لك بيان على المعلم. بمعنى في بنوته حابه تبقى كاتبه، هي بتحب الكتابه، اوكي اكتبي اقري واكتبي، وهاتي كتاباتك، هنوديه مصحح لغوي هيراجع ورانا، هنروح دار نشر، هنعمل لك تصميم غلاف. كل ده هي بتصرف، احنا بنوجه وبنتابع، كلنا معانا فلوس، او على الاقل لو حاجات بسيطه، اصل الحاجات دي يعني فلوسها بسيطه جدا. المساعده هنا بتبقى في التيسير. ايوه يعني والمتابعه، تيسير والمتابعه يعني. في نفس الوقت هنسلط عليها الاعلام. يعني دلوقتي هي نجحت في المبادره، هتنقل تجربتها من خلال الاعلام المقروء، لو صحف جرايد او مجلات، من خلال المرئي او المسموع سواء الاذاعه. ده دوري يعني، فكره اني اعلاميه عامله المبادره ده هيسهل لي الموضوع. اني اقدر اعمل لها تقرير، اوديها لزمايلي وزميلاتي في مختلف برامج المراه في قنوات مختلفه. طيب احنا بين ساعتها ما بندفع لهاش حاجه، هي بتدفع بس. مش هينفع تكسل يعني، انت مش هينفع تقدمي في ورشه رسم وتروح يوم وتغيبي، لا في ناس بتتابعك، في ناس بتقول لك لا، وفي ناس هتراجع وراكي، وفي ناس هتتابع مع المدرس او المدرسه اللي بيعلمك. حضرتك بتحب الكتابة، خدتي ورشة كتابة، ما ينفعش يطلب منك واجب معين انك تقري مثلا، والله اقري الرواية دي ولخصيها وهاتيها، لا ما فضتش، ما فيش الكلام ده. طيب خليني برضو اسألك، يعني فكرة ان انت هتبقي حلقة الوصل ما بينها وما بين المجالات اكيد في مجالات ممكن تتواصلي معاها، شايفة ان العملية فيها هتكون، او هم اكيد يعني تواصلتي معهم قبل ما تبتدي تفكري في المبادرة دي على اساس تبقي ضامنة ان هم هيقفوا جنبك. قوليلي اي المؤسسات، اي المجالات اللي انت شايفة انه فعلا في تقبل للفكرة وفي استعداد ل يعني مساندة الفتيات والسيدات. مش هعلن عن اي مؤسسه دلوقتي غير لما يبقى فيه، لكن انا بتكلم على المجالات يعني. المجالات في مجال الكتابه، مجال النشر، وفي عندي في مجال الكورسات، سواء اداره، سواء التسويق، سواء اداره اعمال، برضو انا وصلت لده. المشغولات اليدويه انا عندي حالتين، عندي الرحاب واسكندريه مصنوعات او يعني مشغولات يدويه، هم مش محتاجين كورسات، الدنيا معاهم يعني، هم شغالين بالفعل. طب دي الجزئيه الخاصه بال يعني بالاثبات الذات، يعني ان انا ازاي اثبت ذاتي واخلي اسمي له مكانه في مجال معين. في مجال الجسم بقى هتساعديها ازاي؟ اقرب جيم من بيتك، عشان لا تقولي لي انا هدور عربيتي وامشي والدنيا زحمه، ولا هنزل اركب مواصلات، ولا لو حصل حاجه في البيت مش هلحق اروح والحق الولاد. مفيش الكلام ده. اقرب جيم من بيتك هنروح معاكي، انت اللي هتحجزي بنفسك، هنتابع مع المدرب او المدربه اللي هتمرنك. في مسؤول في اللجنه الرياضيه بقى هتاخد مقاسات جسمك، المقاسات الحاليه ايه والمفروض تبقي عليها ايه، وزنك الحالي ايه والمفروض تبقي عليه ايه، وليكي تارجت هتوصلي له، وزن ومقاسات. طيب كل ده ممكن الواحده تعمله لو هي عندها الاراده ان هي تعمله، لكن دور المبادره هنا هيبقى ايه؟ ما احنا عندنا الاراده. لا انا بتكلم لو انا كفتاه او كسيده، ممكن لو انا عندي عزيمه واراده هروح من نفسي اعمل كده، لكن انا هلجأ للمبادره عشان تساعدني في ايه هنا؟ اللي عندها اراده عايزانا في ايه. لما تبقى بنوته محققه ذاتها وناجحه وجسمها جميل جدا ومفيش، مش سايبه فيها غلطه، وقايمه بمهام بيتها ومع جوزها صحاب شويه، زوجته شويه، حبيبته شويه، ام عياله شويه، هتحتاج لنا في ايه؟ ما تيجي نسال الرجاله بقى نفسهم.
ايه رايك؟ تعالي نسال الرجاله لو لقيتوا كل الحاجات دي موجوده في زوجتك، يعني لقيتها شخصيه ناجحه جدا في مجال عملها ومخليه بالها من نفسها ومن مظهرها ومن شكلها ومحافظه على بيتها، هل ده هيخليك تحد فعلا من فكره ان انت تبص لواحده ثانيه، او هل ده هيخليك تبقى فخور بمراتك؟ واحيانا انت عارفه في غيره شويه بتحصل من في غيره مين وعلى؟ في ممكن يغير من نجاحها او يغير عليها، زي ما انا شايفها حلوه بعيني في الف عيونها ببص لها. بالظبط. نسال الرجاله بقى رايهم ايه في المواضيع ديت، وهل هيبقوا عندهم قناعه ورضا تام، ولا ممكن يعملوا برضو مواقف مش لطيفه؟ مفيش داعي ان انا اغير اصلا، بالعكس هو نجاحها اصلا هو نجاح للاسره ونجاح لدعمها هي، يعني انا كون ان انا كون هي ناجحه في حياتها معناها ان انا دعمتها. هشجعها وتكمل مشوارها لانها تنميني وتنمي بلدي طبعا، وكلنا اكيد كل واحد معاه ست طبعا شغاله في الاجهزه او المؤسسات او كلام من ده بتكمله، مش ان انا غير، لا انا اكمل واساعدها. مش الجيل بتاعنا عشان تبقى فاهم، ده الجيل القديم، لكن الجيل بتاعنا غير كده، يعني ربنا يسهل العباد عبيده، يعني ممكن يبقى الجيل القديم كان كده. لا هشجعها طبعا، لان الزوجه لما تبقى ناجحه حتى تبقى يعني اولادها يقلدوها، والنجاح يبقى لكل الاسره عموما، يعني شيء كويس جدا ان هي تبقى ناجحه طبعا. لا طبعا احفزها تكون احسن في مستوى اعلى في ارقى في حاجات كتيره. طبعا احفزها واشجعها ان هي تبقى كويسه وتمام، لان ده هيبقى شرف ليا وشرف للمجتمع عموما. يعني نرجع مرة تانية، وخليني أسألك برضو بما أنك اختلطتي بفتيات وسيدات على مدار يعني عمرك أكيد، وعندك خلفية عن فكرة أنه مين اللي يكون عنده الإرادة أكتر أو العزيمة أكتر، هل بتحسي في فرق؟ لأنه أحيانا الواحد هو صغير بيبقى عنده حماس كده وعنده أحلام وطموحات كتيرة جدا، وأحيانا لما بيكبر ويبتدي الولاد يكبروا والزوج مشغول العكس بيحصل برضو، ان هي تقول لا ده انا فاضيه ده انا عايزه اهتم. يعني بتحسي اي مرحله عمريه الست بتبقى فيها او البنت بتبقى فيها اكتر اهتماما بان هي تحقق الاهداف الخاصه بهذه المبادره؟ بعد الجواز والخلفه، بعد ما الحب الفظيع بيقل، وبعد ما بتلاقي حاجات كتير قوي من اللي بتقدمها محسوبه عليها ان هي واجب وان هي ما عملتش حاجه، انت عملتي ايه اكتر من الستات بتعمله يعني؟ عملتي ايه؟ اخترعتي ايه؟ زي ما الستات في بيتها انت في بيتك، زي ما بيربوا انت بتربي، ما اخترعتيش يعني. اول ما بتحس بده، لا انا هبقى حاجه، لا انا حق ذاتي، لازم يعرف انا مين، لازم ده انا كنت وكنت وكنت، ده انا وانا في الجامعه كانوا بيقولوا ويقولوا عليا، ما وهي في الجامعه علشان لسه العمر قدامها، اللي ما تعملش دلوقتي يتعمل بكره، ما تعملش السنه دي يتعمل السنه الجايه. فات السنه واثنين وثلاثه اتجوزنا بقى عندنا عيال، وبقينا ساعات بنتعاير كمان بقعدتنا في البيت، انك ما بتعمليش حاجه، انك ما بقيتيش زي الاول، اتغيرتي على كل الأصعدة. الستات بالوقت من ضغوط الحياه ممكن تبقى عصبيه شويه، الولاد ممكن يجننوها، كلنا عيالنا مجننه، ممكن لو هي بتشتغل ضغط مدير الشغل او من يرقصها يكون ضغطها في شغلها، لو هي معهاش عربيه فالمواصلات مبهدلاها، ولو معاها عربيه فالطريق مبهدلها. الست المصريه مطحونه، فاحنا بنعمل لها منفس ومعاها وجنبها. سيبيني اقول لك خطوط عريضه للمبادره عشان الناس ما تهش مني. اسم وجسم، اسم من حق كيانها وجسم بنحافظها على جسمها، ده بشكل مبدئي. ممكن تاخد تارجت، التارجت في شهر او اتنين. طيب في عندنا اكتر من لجنه بتتابع. ايه هي اللي بتختار تحقق ده في شهر ولا في اه هو تارجت قدامك. ماشي. في عندنا ماراثون اسبوعي جري في المنطقه بتاعتها، يعني مثلا هنتجمع في رحاب، هنتجمع في مدينه، هنتجمع الكورنيش، ماراثون. الماراثون ده منه جري ومنه جلسات نفسيه، انا لايف كوتش، يعني انا هقعد معاهم وهنتكلم. كل واحدة بدل ما تقعد تكتب لي ستاتيوس على الفيس وتلاقي ألف راجل ياخدها ما تخليها، وانتي مالك وانتي فيكي ايه، وده جوزك معاه نعمة ومش عارف قيمتها، ده انتي زي القمر، خراب البيوت جام ايه؟ جام من الفيس. لا تكتبي ستاتيوس على الفيس ولا تكلمي جارتك وقت الغضب من خاصم فجر فتتكلم وممكن تقول أسرار بيتك، ولا صاحبتك، ولا تقعدي كاتمه في نفسك وممكن يجرالك حاجة ممكن تتعبي، ولا تقعدي طول اليوم قرفة. اتكلمي معانا وانا هرد عليكي، هنتكلم كلنا مع بعض. قعدت ستات كده بعد الماراثون ده، الماراثون الاسبوعي. في عندنا رحله شهريه على حسب موافقه الازواج، هي يوم واحد على حسب ما ازواجهم يوافقوا حاضر، يوم بليله ممكن نبقى في مكان مثلا، يعني رحله في محافظه غير المحافظه ماشي، يومين أو يوم وليله او يومين ماشي، هو يوم واحد او هو كام ساعه ماشي. احنا مش هنخرج الست عن طوع جوزها، مش هيحصل. هدفنا عمار البيوت، الرجاله الشرقيين مش هيتغيروا،
هم كده اتعود ان دي عجبته، الحاجه دي عجبته هياخدها. لا هنستغنى عنهم ولا هنحرم عيالنا منهم، احنا مش هننتي مع عيالنا. ولا كل البنات والستات في مصر لا هم فنانات ولا هم من الطبقه الاي كلاس اللي مش فارق معاها انها تنفصل، فاولادها كده كده في مدارس اللغات ومامتها كده كده هتاخد العيال شويه. هي لا خليني نقف هنا، لانه يعني الثابت بالدليل القطع وبالارقام والاحصائيات انه لا يعني حالات الطلاق ملهاش اي علاقه بمستوى لا اجتماعي ولا اقتصادي ولا لا وظيفي ولا اي الفكره حاجة. الفكره يعني في ناس عندنا حاله كل كام دقيقه كام حاله كل اربع دقائق حاله تقريبا. طيب ربع الشعب مطلق عشان تكوني عارفه الفكره، يعني مش في الفكره في ايه النقطة دي. مصيبه ويمكن جزء منها باللي انت بتحاولي تحليه، انه فكره ان انا ليه بيحصل الخلافات ديت جزء منها ممكن انا بقول ان بقى سهل بقى سهل فكره جوزي خاني لا هتطلق، جوزي بيعملني وحش انا هتطلق. هو في ايه؟ راجل الشرقي مش هيتغير، ما بيشربش مخدرات وما بيسكرش، اي مشكله تانية هتتحل. مش يعني سوري في كلمه كده بتتقال ابن امه، ابن امه يعني ايه؟ يعني مش راجل بيته، ده خراب بيوت مستعجل، يا اما تتحل يا اما فعلا ابعدي. انا بقول وان شاء الله تتحل، يعني بالوقت هتتحل، لانه لو ملوش خير في امه مش هيبقى له خير فيك، فدي ممكن تتحل وعايزه صبر. انه مثلا فلاتي وعينه زي لدرجه ممكن يجيب بنات البيت، ممكن الموضوع كبر وريحته طلعت والموضوع سمع والناس تقابلها في الشارع وجوزك وبيعمل سوي. احنا يعني الحاجات اللي في اسباب وسببات كتيره جدا خاصه بالطلاق. هو احنا الهدف مش بنقول ان احنا مش عاوزين طلاق، احنا مش عاوزين طلاق سهل، احنا عاوزين زي ما ربنا قال انه الطلاق ده ابغض الحلال. في ظروفنا اللي احنا فيها نوصل لمرحله في ظروفنا اللي احنا فيها ما بقاش ابغض الحلال، بس بقى يا ريت لا بقى يا ريت لا. طيب عموما احنا عندنا بنات وستات كتيره جدا عندهم الحماس زي الفل وعندهم العزيمه، والله بناتنا زي الفل. ناخد فاصل معاكي ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقه. نرجع مره تانية. ولاء خليني اقولك يعني ايه افكارك اللي انت ممكن تكوني حطاها مجرد دلوقتي فكره على ورق، لكن هتسعي ان شاء الله ان انت تحققيها في المرحله القادمه. انا مش هقول علشان هي الفكره كبيره شويه ومحتاجه تمويل كبير شويه، بس خليني انجح بالبنات وخليني انقل تجربتهم على الهوا. في مؤتمر احنا هيبقى ربع سنوي اسمه مؤتمر اسمه جسم، في قاعه في مؤسسه كبيره ان شاء الله في مصر مش هقول على اسمها، هنكرم البنات خريجات المبادره، هياخدوا درع تكريم وهنقلوا تجربتهم على الهوا. بعد ده هكرر بقى، يعني انا من النوع اللي بحب اعمل حاجه واحده، حاجتي دلوقتي انا هدفي دلوقتي انا بالبنات ان احنا نوصل لتارجت معين، بعد كده هنعمل المؤتمر ونكرمهم ويبقى حدث والفعاليه تغطى على مستوى الاعلام في الوطن العربي كله ان شاء الله. بعديها بقى هبدا اتكلم عشان ما يقولوش علينا انا بتكلم وخلاص، اصل الكلام مفيش اسهل منه، لكن الفعل صعب. خلينا نشتغل على البنات وخلينا نوصلهم للتارجت اللي بيحلموا بيه، خلينا نبقى معاهم وفي ظهرهم ونغير حياتهم زي ما هم يعني طامحين وثقتهم في الله كبيره بده، وبعد كده نعقد المؤتمر. طيب وننقل فعلا. بتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق، لكن هل عندك افكار لمبادرات اخرى لا لا هي دي شغل الشاغل، هي دي دلوقتي دي شغل الشاغل. حتى ان شاء الله لما استأنف برنامجي فيما بعد بدون ذكر اسم هيبقى في 10 دقائق ربع ساعه منه فقره اسم وجسم، هننقل منها تجربه واحده من البنات على الهوا، او هيبقى تقرير مسجل يعني ونقول هي دلوقتي احنا بنعمل برومو لكل مشتركه معانا قبل وبعد. اسم وجسم، هي قبل ايه، هي ايه دلوقتي وبتحلم تكون ايه، جسمها عامل ازاي دلوقتي ومقاساته ايه والمفروض انها تبقى ايه. بعد نهايه التارجت الفتره المحدده للتارجت بتاعها نصدم المجتمع بقى، هي بقت كذا، هي نجحت وبقت جميله في شكلها، كلنا جميل، بنات المصريات والستات المصريات والشرقيات فيهم طيبه وحنيه وجدعنه ورجوله واصل يستاهلوا ان احنا نتعب عشانهم والله. اكيد انا بشكرك طبعا، اتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق، وان شاء الله نقابلك كده ومبادرتك محققه نجاح كبير يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا ليكي، وبشكر كل مشاهدينا. اتمنى ان كل الفتيات والسيدات يكون عندهم هذا الاصرار وهذه العزيمه على انك انت تحققي ذاتك في المجال اللي انت بتحبيه، وفي نفس الوقت حافظي على شكلك وجمالك، وده جزء اساسي من انوثتك بالتاكيد. نقابلكم ان شاء الله في حلقه جديده جميله يا بنات.